بكم إلى الحصاد الرياضي من موقع القدس.com. نطل عليكم في هذه الحلقة الجديدة من استاد بلدية دورة، ونتحدث خلاله عن استضافة فلسطين لأول بطولة رسمية تمثلت في تصفيات أم آسيا للسيدات ضمن المجموعة الرابعة، ونتوقف خلاله أيضا في محطة الدوريات العالمية، حيث توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وبورتو بلقب الدوري البرتغالي، فضلا عن انتفاضة أتلتيكو مدريد في وجه الجار ريال مدريد والتتويج بلقب كأس إسبانيا. أهلا بكم. استضافت فلسطين لأول مرة في تاريخها بطولة رسمية في كرة القدم تمثلت في تصفيات المجموعة الرابعة للسيدات، حيث احتضن استاد الشهيد فيصل الحسيني اللقاء الأول الذي جمع بين المنتخب الفلسطيني ومنتخب الصين تايبيه، وفشل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز وخسر اللقاء بسداسية نظيفة. إلى الملاعب العالمية، نبدأها من الليغا الإسبانية، حيث احتفل نادي برشلونة بلقب الدوري بفوزه بهدفين لهدف على ضيفه بلد الوليد ضمن مباريات المرحلة 36 من الدوري. وأفسدت الأمطار احتفالات برشلونة بلقب الدوري، وحرمت الفريق من تواجد أعداد كبيرة من الجماهير في مدرجات الكامب نو في أول مباراة يخوضها الفريق على ملعبه بعد التتويج رسميا بلقب المسابقة، إلى أنه تمكن من تحقيق الفوز وتعزيز صدارته والاحتفال باللقب على ملعبه. نبقى في إسبانيا، ولكن هذه المرة من بطولة كأس إسبانيا، حيث انتفض أتلتيكو مدريد في وجه جاره ريال مدريد وتفوق عليه على ملعبه سانتياغو برنابيو في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد. وتعادل الفريقان بهدف لمثله في الوقت الرسمي ليلعبا شوطين إضافيين، وسجل دييغو كوستا وميراندا هدفي أتلتيكو مدريد، فيما تكفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف الفريق الملكي. اللقب هو العاشر لأتلتيكو مدريد والرابع على حساب جاره ريال مدريد، كما أنه الفوز الأول له منذ 14 عاماً على الفريق الملكي. أجواء هستيرية بين جماهير الأحمر وأبيض في هذه الليلة وشا الليلة. في البرتغال توج بورتو بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه، بعد تغلبه على فيريرا بهدفين دون رد ضمن المرحلة 30 والأخيرة من مسابقة الدوري البرتغالي. بورتو كان بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة بغض النظر عن نتيجة منافسه بنفيكا الذي كان يبعد عنه بنقطة واحدة قبل المباراة، وتمكن بورتو من تحقيق الفوز بهدفين وحسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي. تتجه الأنظار مساء الغد لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن في نهائي ألماني خالص. الفريق البافاري يسعى لتحقيق الفوز في آخر حلقات مدرب هاينكس وتأكيد علو كعبه في الملاعب الألمانية، فيما يسعى دورتموند لتحقيق اللقب والعودة إلى الساحة الأوروبية من أوسع أبوابها. أخيراً أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز رحيل مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الملكي بنهاية الموسم، رغم أنه وصف المرحلة التي قادها الفريق بأنها كانت مرحلة إيجابية. وقال بيريز أن إدارة النادي قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع مورينيو، مؤكداً أنه حقق فترة إيجابية مع الفريق، وأضاف بيريز أنه لم يتم إقالة أي أحد بل تم ذلك باتفاق مشترك. بهذا نصل إلى نهاية الحصاد الرياضي، نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. تحية طيبة وإلى اللقاء.